ما مزيانش الاب ولا الام يفرض على ولده ولا بنته شريك الحياه ديالو. انا بغيتك تزوج فلانه، ما تزوجتيهاش غنسخط عليك، ما عندكش الحق. ولا تقول للبنت الا ما ديتي ولد عمك انا سخط عليك في الدنيا والاخره. الاب هو عندها مقام، الاب يحترم، الاب مقدس في الدين، لكن في هذه الجزئيه لا. تنصح، كتوري لولدك، كتوري لبنتك، كتوجهو. الا بان لك شي واحد مفلس خارج على الطريق مفضي كتعارضه، ما تقبلوش، عندك الحق. لكن انسان عادي مستور الحال بحاله بحال الناس، يعني ما عندوش شي حاجه التي تتسبب في تؤدي الى رفضه، ما تفرضش على ولدك. بغى واحد البنت مرتاح ليها، البنت عاديه، ناس عاديين مستورين، ما معروفين بفسق، ما معروفين بفجور، ما معروفين بشي حاجه انحراف خبيث، خليه الله يسخر ليه. والذي يختار شريك الحياه ديالو، الا فرضوا عليك الناس انت غير لبسه ما عجبكش راه ما غترتاحش، غير لبسه غير توب. عاد تفرض انت على واحد الشخص شريك الحياه ديالو، واحد غيتشارك معاه الحياه كلها،